في الخامس عشر من رجب هلاك معاوية. يزيد يرسل إلى والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان لإجبار الإمام الحسين على البيعة، وصول 1200 رسالة من أهل الكوفة للقدوم. في 28 من رجب خروج الإمام الحسين عليه السلام من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. في 3 من شعبان وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة. مكث الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة 120 يوما. في 5 من شوال وصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة لأخذ البيعة للإمام الحسين عليه السلام. حصل على ولاء زعماء الكوفة للإمام الحسين عليه السلام، فبلغ عدد من بايع مسلم بن عقيل في الكوفة 18,000 أو 25,000 وقيل 40,000. أرسل مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه بالمسير والقدوم إلى الكوفة. في 8 من ذي الحجة خروج الإمام عليه السلام من مكة. في 9 من ذي الحجة شهادة مسلم بن عقيل. في 22 من ذي الحجة شهادة ميثم التمار. في 2 من محرم وصول الإمام الحسين عليه السلام كربلاء. في 10 من محرم شهادة الإمام الحسين عليه السلام. في 13 من محرم مواراة أجساد شهداء كربلاء على يد الإمام زين العابدين عليه السلام. في 13 من محرم وصول الأسارى إلى الكوفة. في 11 من صفر وصول الأسارى إلى الشام. إقامة الأسارى أسبوعا في الشام. في 20 من صفر وصول الأسارى إلى كربلاء ودفن رأس الإمام الحسين عليه السلام. في 11 من ربيع الأول وصول أسرى كربلاء إلى المدينة المنورة.